بحيرة التمساح هي أصل مدينة الإسماعيلية. خديوي سعيد يوم من الأيام جاء عمل مدينة حوالين بحيرة التمساح، بعديه الخديوي إسماعيل جاء كبر المدينة دي فبقى اسمها مدينة الإسماعيلية. خلينا نقول إن مدينة الإسماعيلية اللي بيميزها عن بقية مدن القناة إن هي فيها المزارع على اليمين وعلى الشمال، اللي هو تحس إنه أنت أنت في منطقة هي على قناة السويس لكنها حواليها كله مزارع وجناين.